عاودت الرياح الشمالية الغربية نشاطها على مملكة البحرين بعد منتصف ليلة أمس، وبدأت سرعتها بالازدياد صباح هذا اليوم، حيث تراوحت ما بين قوية إلى شديدة السرعة، أدت إلى تصاعد الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف خالد ياسين، رئيس قسم العمليات والملاحظة الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. هل تطلعنا إلى متى ستستمر هذه الرياح القوية بالهبوب على المملكة؟ وما هي توقعاتكم لحالة الطقس في الساعات القادمة؟ يا هلا، مرحبا فيك أختي، شلونك؟ طبعا مثل ما تفضلتي، سرعة الرياح وصلت إلى شديدة السرعة أحيانا، وتم تسجيل تقريبا 35 عقدة كحد أقصى في مطار البحرين الدولي، وسجلنا تقريبا 38 عقدة في المحطة الآلية على جسر الملك فهد، والمحطات الثانية سجلت أرقام مقاربة تقريبا. بالنسبة حق توقعاتنا، راح تشير أو تبين أن الرياح الشمالية الغربية راح تستمر على المملكة خلال الأيام القادمة، وتكون ذروتها إن شاء الله اليوم وغدا الخميس. نتوقع أن تصل إلى أكثر من 35 عقدة أحيانا، وراح تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار محليا، وراح ينتج عنها تدني الرؤية الأفقية خاصة على المناطق اللي تكون مكشوفة أو اللي تكون فيها الدفان أو هذه. بالنسبة ليوم الجمعة، الرياح راح تستمر قوية السرعة ولكن بوتيرة نوعا ما أقل من هاليومين، وتبدأ في الانخفاض التدريجي من مساء الجمعة، وتكون في حدود 20 إلى 25 عقدة، وتدريجيا ان شاء الله راح تقل سرعتها اكثر مساء الاحد المقبل. نعم استاذ خالد، نعم. هل هناك اي تحذيرات تودون توجيهها لمرتدي البر والبحر؟ اي نعم، بالنسبه حق التحذيرات راح تكون مستمره خاصه حق مرتدي البحر حتى يوم الجمعه المقبل، وايضا الاخوه اللي يكونوا مسافرين برا يرجى منهم انهم ياخذون الحيطه والحذر من الاتربه اللي تكون مصاحبه للرياح، او تحسبا لتحرك الكثبان الرمليه على الشوارع، وايضا بعض المناطق الشماليه اللي راح يكونوا مسافرين مثلا، ممكن يكون في تكون لبعض الموجات الغباريه وتتحرك عليهم، فيرجى انهم ياخذون حذرهم. بالنسبه حق الديره نفس الشيء، السواق يرجى ان ياخذون حذرهم اثناء السياقه، وان يتركون مسافات امنه بين السيارات، وايضا تثبيت الاغراض اللي تكون موجوده خارج البيوت لضمان عدم سقوطها مثلا. وايضا احب اشير ان يرجى من عدم الانصياع وراء الشائعات او حسابات الطقس الغير رسميه، واخذ المعلومات من الجهات الرسميه في المملكه، وهي اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات عبر القنوات التواصل الاجتماعي الرسميه الموجوده، واسهلها طبعا احنا عندنا تطبيق الهواتف الذكيه بحرين وذر، المواطن او ايا كان ممكن ياخذ منها المعلومات والتحذيرات بكل دقه. نعم الأستاذ خالد ياسين، رئيس قسم العمليات والملاحظة الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.